اسمه عجبني الحقيقة. الديوان طال عمرك اسمه من أرض الواقع. من قناة الواقع؟ من أرض الواقع. أسلم. حلو. يا أخي الإعلاميين يا أخي. يبي يسرق الاسم. أسلم يا أبو عبد. وحنا طال عمرك. ارفع بس الكاميرا عليك أمر. ارفع بس الكاميرا. أيوه بس. هذا طال عمرك ديواني من أرض الواقع. أصدر عام 1931 أصدر عام 31. ما شاء الله تبارك. أي نعم طال عمرك. ويحتوي على 6 أبواب. الباب الأول قصائد وطنية. حلو. والباب الثاني قصائد دينية. يا سلام. والباب الثالث قصائد بالحكمة وقصائد اجتماعية. يا سلام. والباب الرابع أبيات مختصرة وتغريدات. والباب الخامس مراثي. والباب السادس مراسلات بيني وبين شعراء على سبيل المثال أحمد الناصر الشايع رحمة الله عليه، عبد الله بن نايف بن عون، وغازي بن دخيل الله بن عون، وشنوف الهرشاني من الكويت، ومحمد بن عباد السلولي. رفحة. لا شو اسم الجمعية؟ رؤوم. رؤوم 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 ها؟ رم رفحة رفحة. أنا عليك. ما عليه ما عليه. أسلم. أسلم. ابن عباد. إيه ابن عباد السلولي. معروف. إيه ابن عباد رفيد وعزيز وغالي وشاعر. عزيز وشاعر. والله شاعر. رغم انه مبتعد من الاعلام لكن ان شاء الله. اي صحيح هذا الكلام. على العموم يعني هذه نبذه بسيطه عن الديوان، والديوان يتركز على القصيد الاجتماعي وقصيد الحكمه. وسبق ان اخذت جائزه الشعر الشعبي طال عمرك انت من يسمع. ما شاء الله. نعم طال عمرك. وهذه شهاده. ما شاء الله. تستاهل. وانتم تستاهلون الطيب. الله لا يهينكم. والله يكتب لك الاجر. ان شاء الله ان شاء الله. واجعلها الله ان شاء الله. هذا طال عمرك الشهادة. ما شاء الله ما شاء الله. مبروك. اسم الجائزة يا أبو عبد الرحمن؟ جائزة الشعر الشعبي. بيض الله وجهك. الله يسلمك. وأبعطيكم نماذج. حلو. من اللي بالديوان. السلام. أبعطيكم. هذا الشيخ إبراهيم الحسين أبو صالح متابع لنا. ونعم. مالك القناة.